توقعات برج الجدي العام 2021، مراحل كثيرة وتناقضات غريبة وأمور خارجة عن المألوف سيشهدها مولود برج الجدي في عام 2021. يبدو أن عام 2021 هو فترة تكون منظور جديد لدى مواليد برج الحوت وتغيير حياتهم. ستكون قادرا على إجراء تغيرات تتراوح بين كبيرة وطفيفة في حياتك الشخصية. تنال قدرا كبيرا من الحرية للعمل بشكل مستقل في المجال المهني يا برج الجدي. يبدو أن جميع المشاكل والعكوسات والتأخيرات والعوائق الماضية تنجلي ببطء هذا العام، ومع ذلك يبدو أن بعض مناطق حياتك لا تزال تحت سحابة غامضة. تنال فرصة استكشاف العالم الروحي هذا العام في ضوء أفضل، مما يقودك إلى طريق للسلام الداخلي. تقبل التغيرات في طريقك على الرغم من ظهورها كسبب الخلافات. استمر في عملك الجاد والتزامك يا برج الجدي طوال العام، على الرغم من أنها قد تبدو وكأنها لا تأخذك إلى أي مكان ولا توفر أي عوائد كبيرة. اقضي وقتا ممتعا مع العائلة والأصدقاء والطبيعة لتعزيز معنوياتك الاجتماعية على مدار العام. حاول أن تحافظ على الانسجام في بيئتك العائلية، كونها مهمة جدا لرفاهيتك العامة. تبدأ الحظوظ الجيدة بالدخول إلى حياة برج الجدي مطلع العام وتستمر بالعبور لمنتصفه. بعض الأشخاص يتركبونك ويصطادون أخطائك، فحذر منهم وكن أكثر يقظة وتنبها. توقعات برج الجدي على الصعيد العاطفي لعام 2021. بعد أن مر عليك عامان من التوتر والارتباك والقلق على الصعيد العاطفي، سيحالفك الحظ ويقف إلى جانبك مجددا ويساعدك على إيجاد دلتك، إما في العمل أو أثناء سفرك بين شهري تشرين الثاني نوفمبر وكانون الأول ديسمبر من عام 2021. هذا العام يتمتع مواليد برج الجدي بحرية لا توصف في حياتهم العاطفية، ولكن يجب استخدام هذا بحكمة على وجه الخصوص للمرتبطين. ينصح العازبون باستخدام هذه الفترة لإقامة علاقات ملتزمة تدوم طويلا. مع تقدم السنة يأتي الانسجام في الحب أو الزواج. سيكون هناك الكثير من الرومانسية والمتعة. ستكون قادرا على إرضاء شريكك نفسيا هذا العام يا برج الجدي. هناك توجه لارتباط بعض العزاب في منتصف العام تقريبا. قد تكون هناك فترات من سوء التفاهم مع الزوج أو الشريك في بعض الأحيان، والأمر متروك لك لحل ذلك بشكل ودي. احرص على خلق جو ودي واستمتع بلحظات ممتعة مع الشريك، وشارك بعض الأوقات العصيبة أيضا معه. تجنب المبالغة في القيام بالأشياء في العلاقات هذا العام. أما على الصعيد المهني يا برج الجدي، التسرع والمبالغة من انطباعك، وما عليك سوى التحلي بالصبر والاستماع إلى النصح والرشد كي لا تقع بالخطأ مرتين. يزدهر عملك بشكل ملحوظ ويزداد دخلك الشهري باستمرار. هذا لا يعني عدم تسلل بعض المشاكل إلى حياتك العملية. تبدو الأفاق الوظيفية جيدة جدا خلال عام 2021. هناك تغيرات رئيسية في الطريق، وستكون هناك تحركات أفضل مع الزملاء والإدارة في مكان العمل. لكن لاحظ أن العمل الجاد والالتزام سيعزز من مكانتك، فلا تقتنع بالقليل من العمل. تفضل الكواكب الحظ والثروة في منطقتك المهنية طوال هذا العام، ولكن احذر من النكسات العرضية ايضا. ضع طموحات سامية واعمل على تحقيق ذلك. في هذه الفترة ستشجعك الافكار الجديدة
وتساعدك على الظهور في حياتك المهنية. قد يجد بعض مواليد برج الجدي هذا العام متطلبات مرهقة للغاية. لا تفقد صبرك، وواصل الجهد، وواصل العمل، وابتعد عن الثرثرة والشائعات. اعتبر من العوائق الرئيسية كدروس للحياة في هذا الوقت. أما عن الصعيد الصحي، فبالنسبة لمواليد برج الجدي في عام 2021، كوكب المشتري وزحل سيكون لكل منهم دور في منطقتهم المتعلقة بالصحة العامة والرفاهية. على الرغم من أن زحل قد يسبب مخاوف صحية من حين لآخر وفترات انخفاض مناعة، إلا أن كوكب المشتري سيحقق بعض التوازن والتحسن، ولكن بعد ذلك يجب ممارسة العادات الصحية للحفاظ على لياقتهم طوال العام. يبرز تعرض لمشاكل صحية طفيفة متكررة هنا وهناك. يجب شرب الكثير من السوائل والحفاظ على ترتيب الجسد واتباع نظام غذائي متوازن. تحتاج الصحة لمزيد من الاهتمام خلال عام 2021 وعلى كل الأعوام مقارنة بالفترة الماضية. الإجهاد والتوتر أمور من شأنها أيضا أن تلحق الضرر بصحتك، فانتبه يا برج الجدي. ومع ذلك قد تختفي بعض الأمراض المزمنة هذا العام بعد التدخل الطبي. مارس الرياضة وخذ قسطا جيدا من الراحة، وسيكون عام 2021 عاما ورديا بالنسبة لأصحاب برج الجدي. أما عن المستوى المالي، عام 2021 تستقبل كواكب بشكل إيجابي بحيث يكون وضعك المالي آمنا وسليما. سيكون هناك تدفق جيد للأموال من جهات مختلفة. الأمر متروك لك لتقرر اختيار مكان الإنفاق، ولكن حذاري من تحركاتك. على وجه الخصوص سوف يمنحك كوكب المشتري موارد مالية وفيرة خلال العام مع نوبات عرضية من الحظ والثروة. قد تتخلص من قروضك، وقد يحصل البعض الآخر على إرث وآخرون على زيادة في الأجر. مهما كان حافظ على دخلك. قد يحتاج بعضكم إلى تجديد ميزانيتهم في منتصف العام تقريبا. كن واقعيا وداعما لوضعك خصوصا في الأوقات الصعبة. قد يتسبب زحل في نوبات مفاجئة من المصائب، لذا احذر ولا تستسلم للإغراءات. أما عن نصيحة الفلك لبرج الجدي عام 2021، فيتمتع أفراد الجدي بفترة رائعة خلال العام. ومع ذلك يجب عليهم استخدام الوقت لتقييم وضع حياتهم وكيفية تقديمهم للمجتمع ككل. كونوا متفائلين على الرغم من أن الأمور تسوء في بعض الأحيان، فالحياة لا تمشي بوتيرة واحدة. يدعمك الإحساس بالشفافية في أعمالك على تحديد الأخطاء في الحياة. تبرز بعض التحديات عن طريق زحل خلال العام. استرخي وابقى ملتزما بمثلك العليا واستمر في عملك. احلم وسيكون النجاح حليفك. تعدك الأفلاك بانقضاء العام بشكل إيجابي يا برج الجدي. نتمنى لكم سنة سعيدة.